ارتفاع كارثي للدولار اليوم والسوق السوداء ولعت تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، يا رب تكونوا دايما بألف خير. وكنتم لكم تحديث لحظي لأسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء في مصر ليوم الجمعة 15/11/2024 فضلا وليس أمرا. أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء في مصر: سعر الجنيه الاسترليني 64 جنيه، سعر الدينار اليوم 10 جنيه 37 قرش، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء في مصر 136 جنيه، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء في مصر 133 جنيه 11 قرش، سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء في مصر 71 جنيه 10 قروش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء في مصر 165 جنيه 41 قرش، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء في مصر 13 جنيه 81 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء في مصر 13 جنيه 72 قرش، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في مصر 13 جنيه 41 قرش، سعر اليورو 52 جنيه 85 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء 49 جنيه 55 قرش، والبيع سجل 50 جنيه 31 قرش. أشكركم والسلام عليكم.